من المحيط الأطلنطي إلى المحيط الباسيفيكي، عنف في عنف. الفكرة مش مجرد منع حرية التعبير عن الرأي، لكن كبت الحريات والعقاب البدني الفوري على طلاب الجامعات الأمريكية المؤيدين لفلسطين، اللي عندهم الفضاء الإلكتروني بيقدروا يوثقوا الاعتداءات اللي بتحصل معاهم. بجولة بسيطة على هاشتاج UCLA الخاص بجامعة كاليفورنيا أو جامعة كولومبيا، تقدر تشوف مئات الفيديوهات إن لم يكن آلاف الفيديوهات. نبدأ من الشرطة. استمرار حملة الاعتقالات للطلبة في كل الولايات، شفنا متظاهرين في نيويورك بيقفوا في وجها لوجه مع الشرطة، واستعدادات قوية للشرطة في كاليفورنيا قبل اقتحام جامعة UCLA، وأعداد كبيرة بتدخل الجامعات، كله بالصوت والصورة. في جانب تاني موثق، لكن المرة دي مش اعتداء من الشرطة، من المظاهرات المؤيدة لإسرائيل. زي ما سمعتوا بدأنا نشوف مظاهرات مناهضة لحركة الطلبة تحت مظلة حرية الرأي، لكن اللي بنشوفه على السوشيال ميديا مش تأييد أو اعتراض، ده اعتداء وضرب وحرب نفسية كمان، يعني تشغيل أصوات بكاء الأطفال المشابه للي بيستخدمه الجيش الإسرائيلي في غزة وسط تجمعات الطلبة، وطبعا بالليل عشان الضغط على أعصاب المعتصمين. طبعا غير الاعتداءات البدنية من المظاهرات المعارضة اللي وصلت لإصابات زي اللي انتوا شايفينها، طبعا تواجد الشرطة بينعدم مع اعتداءات الجانب المؤيد لإسرائيل. وطبعا مع حرية الرأي المظاهرات بيقفوا وجها لوجه، شفنا محاولات سرقة السماعات الخاصة باعتصام الطلاب المؤيدين لفلسطين من المظاهرات المؤيدة لإسرائيل، وبتحصل مطاردة، وبعدها يتم إطلاق الألعاب النارية في اتجاه الطلاب المعتصمين من اتجاه المظاهرات المؤيدة لإسرائيل، وطبعا الشرطة لا تتدخل بالمرة. طبعا كان لازم يكون في مخرج من مأزق حرية التعبير، طبعا لأن صورة الديمقراطية الأمريكية في خطر، والسبب بسيط، لا يوجد تهمة يمكن توجيهها للمقبوض عليهم في المظاهرات المؤيدة لإسرائيل أو فلسطين. يمكن أكتر التهم موجهة ضباط الشرطة، الاعتداء على ضابط الشرطة، وبالتوازي برز اليوم إقرار مجلس النواب الأمريكي تشريع مثير للجدل بيعيد تعريف معاداة السامية. مشروع القانون هيتم عرضه على مجلس الشيوخ والرئيس بايدن لتحويله لقانون. التعريف الجديد أصبح إنها تصور معين لليهود يمكن أن يتجلى بكراهية تجاههم، تستهدف المظاهر الخطابية والمادية لمعاداة السامية أفرادا يهودا أو غير يهود أو ممتلكاتهم ومؤسسات مجتمعية وأماكن عبادة. المعترضون على النص اتهموا أعضاء الكونغرس بالسعي لإقرار التشريع سريعاً من أجل استخدامه للحد من حرية التعبير في الجامعات الأمريكية، اللي إلى الآن توجيه التهم ليهم غير مفهوم وغير مبرر.